أنا سعيد بلقائكم لأسباب عديدة، منها أن موضوع الدين عامة وتدبير السياسة الدينية خاصة أصبحت من المواضيع التي تفرض نفسها على الجميع، وقد فاجأتنا هذه المسألة أو فاجأت الكثيرين، لأنهم كانوا يظنون أننا في سياق تاريخ كوني هو التاريخ الغربي الذي وقع فيه الفصل بين شؤون السياسة وشؤون الدين في إطار ما يسمى بسيكولاريزم، وأن الدين هو مسألة فردية تهم الأشخاص الفرادى، وأن الشأن العام سواء كان شأن البلدان في داخلها أو الشأن الدولي لم يعد يهتم بهذه المسألة أو تشكل بالنسبة إليه اهتماما كبيرا. والواقع أن هذه أهمية هذه المسألة قد عادت من أسوأ الطريق، هو طريق الإرهاب والعنف، وكان من المفروض وأظن أن الأمر سيكون كذلك في المستقبل أن تعود بعد أن ينتهي العالم من هذه الفترة الانتقالية المولدة للإرهاب، وأن يختفي الإرهاب، وأن تعود مسألة الدين من منطق آخر هو منطق المعنى، the meaning of life، معنى الحياة، le sens de la vie، لأن السياسة قد اشتغلت في إطار التاريخ الذي يفصل الدين عن السياسة على برامج تهم حياة الناس في حاجياتهم مواردهم وفي معاشهم وفي أمنهم وغير ذلك، وقد يأست على يبدو يأسا فلسفيا أن تقحم أو تجمع أو تدمج الدين في اهتماماتها. وإذا كان الدين له علاقة جوهرية بمعنى الحياة فإنه على في نظري أو في نظري كثيرين سيعود، ولكن لا نريد أن يعود إلينا كإكراه يمليه علينا العنف الذي نحاول أن نفسر الذي نفسره بالدين. السؤال، أعود إلى السؤال الذي طرحه علي زميلي في المؤسسة الدبلوماسية، وهي كيف يمكن لسفير جديد أن يفهم السياسة الدينية في المملكة المغربية؟ للجواب عن هذا السؤال أقول لكم ما تعلمونه من أن رئيس الدولة صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو رئيس دولة وهو في نفس الوقت أمير المؤمنين، هو يرجع إلى أن الإسلام منذ نشأ دينا ودولة، وهذه المشروعية تتم في المغرب الذي هو البلد الذي حافظ على البيعة. المغرب حافظ على الشكل الأصلي الذي به أعطيت المشروعية السياسية للنبي، المشروعية السياسية الدينية، مشروعية أن يكون رئيسا للأمة الأولى في الإسلام التي ليس فيها فصل بين الدين والدولة، وأعطيت له بمقتضى عقد سياسي يسمى البيعة. لا أستطيع أن أقول لكم إن كلمة في الدول في اللغات الغربية يمكن أن تترجم مصطلح البيعة. عادة ما يلجأ المترجمون، وأظن أن المترجمين الذين يشتغلون معنا اليوم قد سبقوا إليها، وترجموا البيعة بالليجنس. الليجنس لا تترجم البيعة،
فهذا القاموس بمعنى نبيع لك المشروعية مقابل شيء ما. وهذه البيعة التي يتميز المغرب بالمحافظة عليها ليست شفوية ولا تقليدية، بل هي عقد مكتوب منذ قرون طويلة. عندما يتولى الملك فإن ممثلي الأمة من جميع الفئات على رأسهم العلماء والتجار والعسكريون وغير ذلك من شيوخ القبائل يجتمعون ويدلون بالبيعة للملك الجديد، وتكتب هذه البيعة في المدن المختلفة، وينضم إليها حتى القبائل الكبرى. فإذا رجعت طلبتم مثلا من المديرية مديرية الأرشيف الملكي في الرباط، فإنها قد أصدرت منذ 3 سنوات كتابا فيه عدد من عقود البيعة التاريخية. ماذا يوجد في هذه البيعة التاريخية؟ ماذا على أي شيء تتعاقد الأمة مع الملك حتى تعطيه مشروعية الحكم؟ تتعاقد معه على أن يحرص على الوفاء بخمسة التزامات. خمسة التزامات تهم خمسة أمور. هذه الأمور هو أن يتعهد الملك بأن يحفظ لها دينها، وأن يحفظ لها أمنها، أمن النفوس، وأن يحفظ لها نظامها العام، وأن يحفظ لها الملكية وكل ما يتعلق بالأموال، وأن يحفظ لها الكرامة. لا شك أنكم تفاجؤون بسماع هذه الأمور، لأنها لا تدرس في كليات العلوم السياسية للأسف حتى في المغرب، ولكنها حقيقة واقعة ستقرأونها في هذه العقود لو انتبهتم إليها. وهي عقود كما قلت قبل عقود التعاقد السياسي في أوروبا التي اشتهر من المعلقين عليها جون جاك روسو وجون لوك وغيرهم. هذه الكليات الفوندامونتو، هذه الكليات الخمس منصوص عليها في كتب السياسة الشرعية منذ القرن الثالث والرابع للهجرة، أي منذ أزيد من 1000 عام، تسمى بالكليات الشرعية أو les fondamentaux politico-religieux، بمعنى حفظ الدين وحفظ النفسي، النفسي حفظ أرواح الناس، حياة، وحفظ النظام المتعارف عليه المرتبط بالقانون، وحفظ المال وحفظ العرض. فلذلك فأمير المؤمنين في المغرب باعتباره أميرا للمؤمنين ورئيسا للدولة عليه أن يلتزم بحفظ هذه الأمور. طبعا نحن اندمجنا في اللغة العصرية للسياسة، وهي لغة الدستور ولغة المؤسسات ولغة الحقوق ولغة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وكل هذه آليات ووسائل للوصول إلى نفس الغاية وهي حفظ هذه الكليات الخمس. الدساتير العالمية كلها تختزلها الكليات الأربعة، الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، لكن قليلة هي الدساتير التي فيها الدين، أن يحفظ الدين لأنه معنى الحياة، هو الذي يعطي المعنى لبقية الأمور. فلذلك في
في الدستور المغربي الفصل المادة 42 الأخير والذي قبله والذي قبله منصوص على أن الدين هو من اختصاص أمير المؤمنين. لماذا؟ لأنه يشكل الشيء المتفق عليه من الأمة. أما المجتمع فهو منقسم إلى أحزاب، لكل حزب اقتراحاته وتوجهاته فيما يتعلق بالسياسة التي تسير بها الحياة. أما الدين فهو أمر الأمة وهي متفقة عليه على الأقل 99%. إن قد يكون هناك غير المتدينين وقد يكونون هنالك من لهم رأي آخر، ولكن على كل حال الأغلبية الساحقة من المغاربة متفقون على أن دينهم هو الإسلام كما ورد في تاريخهم وكما هو منصوص عليه بالدستور، وأن هذا الدين ينبغي أن يحفظ. الآن الدولة تتدخل أكثر من 10 مرة في ميزانية حفظ الدين، لأن الدين كان مسألة الأمة والمجتمع، أما الآن فأصبح مسألة الدولة أيضا حتى من الناحية الميزانية، لأنه إذا ترك أصبح حاجة، مش أصبح، ظهر أنه حاجة اجتماعية مثل الماء والهواء والكهرباء وغير ذلك. لذلك ترون في المدن المغربية عندما تتوسع، أول توسع معماري عمراني في المدينة تجدون أنهم يطالبون بالمسجد. حتى إننا في القوانين الجديدة طالبنا المحسنين الذين المنعشين العقاريين أن يبنوا المسجد كلما كانت كلما كان الحي الذي يتدخلون في بنائه يبلغ عددا من المساجد والسكان، لأنه مثل التجهيزات التحتية أي الصرف والماء والكهرباء إلى غير ذلك. فإذا ترك الدين للجماعات، المجتمع منقسم إلى جماعات، وكل المجتمعات الإسلامية على الخصوص معرضة الآن لهجوم تيارات من خارجها، لأن المسلمين اجتهدوا في دينهم على أساس مصدرين أساسيين كما تعرفون، القرآن والسنة. والسنة فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أي حياته ما فعل وما ترك، وحديثه الذي هو الحديث، هذان هما الأصلان للإسلام.